بالنسبه لاستراتيجيه المديريه العامه للامن الوطني، كاين استراتيجيه وطنيه وكاين استراتيجيه جهويه على مستوى الجهات ديال المملكه اللي هما 12 ديال الجهه. بين هذه الاستراتيجيه مبنيه على الحكامه الامنيه الجيده، مبنيه على ربط المسؤوليه بالمحاسبه، وكذلك المديريه العامه للامن الوطني عندها اولويات في المحاربه ديال الجريمه، محاربه ديال الارهاب والتطرف، محاربه ديال الجريمه السيبيريه، الجريمه المعلوماتيه بصفه عامه، الجرائم الاقتصاديه والماليه، التجاره الدوليه في المخدرات، التجار في المخدرات وخاصه الاقراص الملوثه ولي كومبريمي ديال الاكستازي، كذلك الجرائم بصفه عامه، مخالفات، جنايات والجناح. وكذلك كاين نتائج وكاين اهداف مسطره على المدى القريب والمتوسط، وكذلك على مستوى المدى البعيد. كاين بناء مجموعه ديال المقرات ديال الامن لتقريب الاضرام للمواطنين، وفي اطار خلق شرطه مواطنه كاين كذلك بناء مختبرات جهويه، كاين المختبر الوطني للشرطه العلميه والتقنيه، كذلك كاين تطوير ديال الحظيره ديال السيارات ديال المديريه العامه للامن الوطني والاليات ديال التدخل وتجهيزها بوسائل تقنيه متطوره، وكذلك تكوين العنصر البشري والموارد البشريه من حيث التخصص كل واحد في المجال ديالو.